احنا يعني من دقايق كنا بنتكلم عن انه احنا بتوع الفن، يعني لا يعوزنا اننا نقعد نثبت لاي حد اي حاجه تخص الفن. لما تيجي سيره الفن والابداع، حقك كمصري تقول ان انا مسنود على رصيد حقيقي كبير. في بقى على مشوارنا الفني كده اصوات وشخصيات المصريين ينحازوا لها من اول ما تبدا ويحبوها جدا ويرتبطوا بيها، واحنا برضو عندنا كده حالة من الانحياز حق اي مواطن في اي دولة، يعني حق اي مواطن يقول ده بتاعي. يعني احنا لما نسمع صوت ام كلثوم نقول دي بتاعتنا هي، كوكب الشرق بس هي بتاعتنا احنا، فنحبهم وننحاز لهم. الاصوات المصرية اللي نحبها وننحاز لها تتعد على صوابع الايدين الاثنين، مش قادر اقول الواحدة، الموجودة على الساحة حاليا. في شوية أصوات كده نقول المصريين طبعا نحب الكل، كلهم ولادنا زي ما بيقول، لكن كان في كام صوت كده الحبايب. واحدة من الغاليين دول كانت أمال ماهر، وما زالت أمال ماهر طبعا. الفنانة الكبيرة أمال ماهر الناس تحبها، تحب صوتها، نعتبر إنها استثمار حقيقي يستحق إنه ياخد مكانته. الخبر الجميل انه بعد قلق كتير وبعد اخبار صدقوني ما ينفعش بقى نقعد نتكلم فيها، وبعد تفاصيل عن حالتها الصحيه وقلق عنها وخرجت طمنت الناس وتعثرات حصلت لها في مسيرتها الفنيه، الخبر المهم اللي يهمنا كلنا واللي يهم المهتمين بالفن انه الفن بيستعيد الصوت المصري الجميل امال ماهر يوم الجمعه اللي جاي. النجمة بترجع بحفل كبير جدا في مدينة العالمين الجديدة، المفترض أنه الحفل هيكون يوم الجمعة الجاية، الحفلة من تنظيم شركة تذكرتي. ولما نتكلم عن ردود فعل الناس هتلاقي أنه بردود فعل اطمئنان حقيقي على أمال ماهر، اطمئنان حقيقي أنها بترجع بكامل لياقتها وأنها بترجع للفن وترجع تعمل رصيد جديد وتعوض اللي فات. زي ما بقول لكم الناس كانت منحازة لأمال ماهر لأنه عندهم إحساس حقيقي أنه بتاعتنا تخصنا. فتعالوا نشوف جزء صغير كده من البرومو الترويجي للحفلة المفترض أنها تقام إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي، يعني بعد يومين، في مدينة العالمين الجديدة. انتظروا عودة ملكة الغناء العربي أمال ماهر في أقوى حفلات مهرجان العالمين لصيف 2022 في العالمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو. احجز تذكرتك دلوقتي على موقع تذكرتي.com. لمزيد من المعلومات اتصل على 15355. استعدوا لليلة خيالية، تنظيم شركة تذكرتي إيفنتس ودي ميديا وإنسنت. تطبق الشروط والأحكام. الحديث عن رجوع أمال ماهر يخلينا نرجع نفتكر أنه لازم ترجع بشكل لائق، وده اللي شركة تذكرتي كانت حريصة عليه جدا ووعدت الناس بيه، أنه رجوع لائق ومجهود كبير جدا تم بذله لتنظيم الحفل الكبير ده. الحفل يوم الجمعة، والمفترض أنه الحفل غير أي حفل فات لأنه آلاف من المصريين منتظرين، وزي ما بقول لحضراتكم كده لأنها قيمة فنية كبيرة ولأنها صوت الناس منتظراه بفارغ الصبر. أمال ماهر نفسها أبدت سعادة كبيرة جدا، تكلمت عن أن الرجوع للغنى وسط جمهورها وسط أهلها هي فرصة حقيقية. كتبت على صفحتها على موقع إنستغرام تعليق بيتكلم عن فرحتها ورجوعها، وقالت وحشتوني ومفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده، وأنه أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي. اعتقادها وإيمانها أنه الحفلة دي هتبقى غير أي حفلة فاتت، وقالت هستناكم نغني كلنا مع بعض. قيمة أمال ماهر الفنانة، قيمة والصوت اللي كل المصريين اللي مهتمين بالفن سعداء جدا بأنه رجع. مشوار أمال ماهر طويل بالمناسبة، ما هياش هي نجمة شابة طبعا، لكن مشوارها طويل جدا وغني. أغاني كتير قوي أعتقد أنه كتير مننا يفتكرها، غنت أغاني رومانسية وعاطفية ودرامية ووطنية. أنا شخصيا يعني كلنا نفتكر يا مصريين، ولما نفتكر طوبة فوق طوبة وابني، لما نفتكر كل أغاني أمال ماهر اللي بقت جزء من التراث الحديث للفن، يبقى نتوقع منها حفل جميل، نتوقع من جمهورها استقبال لائق، ونتوقع أننا بقى
نهتم بالفن ونركز في الفن وننسى أي حاجة قلقتنا قبل كده أو قلقتها هي بشكل شخصي قبل كده. الحمد لله على السلامة، ومنتظرينها أنها ترجع بحفل مميز إن شاء الله هنكون كمان بنتابعه وبنغطيه من خلال شاشتنا هنا. يعني بما انه احنا ولاد النهارده ولما انا بحب طوبه فوق طوبه ودني، ماليش دعوه يعني، انا انحاز لك زي ما انحاز. تفضل الاغنيه دي اغنيتي الوطنيه المفضله، مصر مكتوبه لابني، مصر بتاعتنا بتاعت ولادنا، ولما نغير عليها ونتضايق ونزعل ونهتم ونفرح نبقى بنفرح عشاننا وعشان اللي جايين بعدنا.